البيوت شو نريد نحصل؟ الحيل كله يعطيني اياه هنا وهناك. ابو عبد الله الليله انا قلت تعبانه خل اقعد بالبيت، ما قعدت، قمت اشتغل بالبيت. هاي هيك واحد خذت الجدريات مالاتي ووديت للبيت، امس للشربت والعصاير جبت جدريات، قلت لهم حبوبه تعالوا مدوا ايديكم اشربوا، ترى مو عبالكم هذا الطبخ بياكل، هذا خيرات الله عصاير تبرد قلوبكم. يجي تعبان اشرب، قلت له برد قلبك. والحمد لله هذا اللي اقدر اليوم، مو كبير لا شريك وياي ولا واحد يطير، بس تجيني الدعم من الناس. الحجيه جابت لي هذا من السكاين، جابت لي ما عنده من خواجه ابو عبد الله، قالت لي ايش نذر، وهسه من يوم الخدمه لليوم قاعد اصبه ان شاء الله، ولا صبيت الجاهز هذاك يا بقى بالموقف. ابو عبد الله جاي انا ولا مريضه، واطلب امران لفريخاتي ويصب الامه، كل شيء ما اريد غير هذا. هاي بنت اخوي ويا وياها عمتي، هي تعب تتعب لابو عبد الله، ابو عبد الله تعبت لي هي مودي عليها هي. وانا لا قدرت لابو عبد الله، والله بالبيت ما اقدر امشي ولا اقدر اشتغل، وهنا ابو عبد الله يقدرني. هسه امشي انا بالبيت بالخطوه ما امشي، ياخذوني بالسياره للبيت ويجيبوني. هسه نعم اتحرك من هنا ابو عبد الله، رجلي يديها هسه سابع فرقسات ابو عبد الله، اركض على التبيت حافي ان من انا خدمه الهم لاهل البيت لزوارهم، لا ما احنا نخدمهم يا نخدمهم. قبل امشي مشي عاد ما اقدر، انا خدمتي هنا اكثر من المشي. يمشوا ويزورهم هسه بالمشي وبهذا الحر، لما اشوف للعشره لما اشوفها تصل ال 12 ما امشي الا ال 12 باكر، ابقى هنا بس ال 12 يعني امشي حتى لو واحد يبغى يمشي ما يمشي انا. بكت الله اجي اعزبه اعطيه ميه يشرب، انا مس الدوشه ما لحق بيها الزوار، انا والحجيه امس ما لحق، والحجيه انا مس ثلاث قوارب خضره للزوار عند الابراهيم. صبح تاخرت ابني راحت القنينه، راح زت الزوار راحت القنينه ويا للسوق. هيك ايش حالكم؟ شلون الزوار قاعد اريد شاي؟ قلت له تروح اكتب. لا ما بقدره، واخذ هذا الترمز وياي للبيت، خاف ما لحق. خضره بالبيت نقعد الفجر واجيبه وياي خليه على المسطح لما اكمل اغراضي واعدلها. خلينا اربع صوان هناك بار هنا على الشارع وزعناهم، خليت الصينيه على راسي للزوار موكب كامل كله اخذت من عندي حطيتها على راسي. بعد عين البيت طويل هذا الخيام مالاتي يبقى لما تطلع ال 40، لما تطلع ال 40 اعلامي وهذا المي اخليه. هسه اتسى وثلج بالمجمده، هسه كسرت لما تمشي الزوار تخف، انا خلي الترمز لما تخلص ال 40 ماشي. لقيت ولا صافنا الحكيه قاعدين، هسه انتم هسه قعدتوا هنا نورتونا، هسه انت هسه على فكرك هسه مو قاعد يصفر براسك، تصفن هسه تصافن حتى الجو يصفر. هسه شوف حتى الدنيا شوفها مثل ما يوم الواقعه، هسه هاي شوف هسه الغيم ولا هذا مثل ما يوم الواقعه هسه صفنا هاي. هذا الطريق هذا عم يستمر، شوفه قاعد يبخر هسه من الحر، ما في زوار. بس والله العظيم ما تلقى ارواحنا يا باكر تغدي القاع، تصفر الدنيا تصفر. ابو عبد الله مثل ما هم يمشون بين ما كان احنا هم مثلهم. والله نتمناها يوم يوم هاي زياراتهم ومشيت زوار تجينا نتلقاهم. وامس والله فرحانين الزوار هوايه هوايه، صيح اهلا وسهلا للمواكب. امس هنا عندنا بايته كل بيت بيه مواكب ثلاثه اربعه، البيوت كلها مترسه. خلصت يوم من الايام سنين وراحت، يوم هذا بحساب يوم
سنين يوم هذا وراحت من الايام. انا باكر اوقف اصفي اطهيك الوجه. الشارع شلون الويد بذاني يصير اصفل اظل بس ابكي.